السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي المتعلمات، أعزائي المتعلمين، في حصة اليوم من حصص التربية الإسلامية، ومع درس في العقيدة بعنوان الله يسمعني ويراني. إذن نبدأ على بركة الله بهذه الوضعية الأولى، حيث نرى صورة بها طفلة جميلة تحاور أمها. إذن سنقرأ الحوار لنعرف ما يدور بينهما. قالت البنت: هل ستخلطين اللبن بهذا الماء يا أمي؟ ردت عليها الأم: لا يا ابنتي، إن الله يراني، إني أخاف الله، هذا الماء لك لتشربي منه. سأعيد: هل ستخلطين اللبن بهذا الماء يا أمي؟ لا يا ابنتي، إن الله يراني، إني أخاف الله، هذا الماء لك لتشربي منه. إذن الحمد لله، الأم امرأة صالحة. في البداية ظنت البنت أن أمها ستخلط اللبن بالماء، لكنها امرأة صالحة تعلم أن الله تعالى يراها، فتخاف أن يراها على معصية. إذن سأطرح عليكم الآن السؤال لأختبر تركيزكم معي. هل كانت الأم ستخلط اللبن بالماء؟ لا، لم تكن الأم تريد أن تخلط اللبن بالماء. أحسنتم. لماذا؟ لأنها تعلم أن الله يراها. نعم. إذن الآن نمر إلى أقرأ وأفهم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. أعيد: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. إذن نستفيد من هذه الآية الكريمة أن الشيطان أحيانا يوسوس للإنسان ليرتكب معصية أي خطأ. ما علينا حينها إلا أن نستعيذ به، أي نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا وسوس للشيطان لأرتكب معصية، أستحضر مراقبة الله وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله سبحانه وتعالى سميع لكل قول، بصير بكل فعل. إذن هكذا نكون قد اكتسبنا اسمين من أسماء الله الحسنى: السميع والبصير. السميع لأنه يسمع كلامي جهرا، يسمع حديث نفسي، يسمعني في سري وعلانيتي. بصير لأنه يراني في كل مكان، يراني في بيتي مع أصدقائي، ومطلع علي في سري وعلاني. إذن الآن نلخص كل القيم التي رأيناها قبلا في خلاصة: أحفظ لساني وجوارحي لأتزكى. فالله تعالى سميع بصير، يسمعني ويراني حيثما كنت. إذن الآن مع اختبار التحكم، أضع علامة في المكان المناسب. الله تعالى يراقب أقوالنا وأفعالنا، صحيح أم خطأ؟ نعم، الله تعالى يراقب أقوالنا وأفعالنا،
لم تخلط الأم اللبن بالماء لأنها تخاف أن يراها الناس. لا، لم يكن هذا السبب. الأم لم تخلط اللبن بالماء لأنها تستحضر وجود الله سبحانه وتعالى ومراقبته. أسيء التصرف حينما أكون وحدي فلا أحد يراني. إذن طبعا لا، فالله سبحانه وتعالى يراني. حينما يوسوس للشيطان أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، هذا ما تعلمناه، أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تذهب عني وسوسة الشيطان. فمي ملكي أقول به ما أشاء ولو كان ذلك سيجرح الآخرين. ما رأيكم؟ إذن لا، فالله سبحانه وتعالى مطلع أيضا على أقوالي. الله يسمعني ويراني في سري وعلانيتي. نعم، هذا الهدف من هذا الدرس، أن نتعلم أو أن نقتنع بأن الله سبحانه وتعالى يرى كل أفعالي ويسمع كل أقوالي في سري وعلانيتي.